المباراة متوقع انها تكون صعيبة، لانه البلد منظم وتيلعب كما قلتي الحظوظ ديالو للترشح. حنا في المقابل يعني استعدينا بشكل جيد، ارتاحينا بما فيه الكفاية ان شاء الله. يعني فنيا يعني المنتخب الاندونيسي ما عندوش ديك الامكانيات الكبيره، ولكن عنده تعويض بعوامل اخرى، بالحماس ديالو، بالتنظيم ديالو، بالقتاليه ديالو. خصنا نكونوا جيدين في هذه المجالات هذه، نكونوا ايضا من ناحيه العطاء البدني، من ناحيه الالتحام نكونوا جيدين باش نبينوا الامكانيات ديالنا والتفوق اللي ممكن يكون عندنا عليهم. هو اللي عنده تجربه في اللعب في البلدان اللي فيها الرطوبه تعرف بانه التاقلم صعيب، لانه ماشي بحال الارتفاع عن سطح الارض مثلا اللي تحتاج واحد المده للتاقلم. هي نفس الأضرار في كل مناسبة. الإنسان تيشتغل على الأمور الطبية والعلمية اللي هي يعني الريدغاتاسيون، يعني التزود بالماء، إراحة اللاعبين. أيضا في يومين تكون الحمل البدني قليل. عملية التدوير ديال اللاعبين أيضا مهمة، لأنه تضطر مرة من المرات تضحي بلاعب اللي تيكون في مستوى جيد على حساب لاعب اللي تيكون عنده طراوة بدنية، لأن المنافس تيحط واحد الانتونسيتي في الملعب، خصك تكون تقدر تجاريها لأبعد نقطة ممكنة قبل ما تبدا في التغييرات أثناء المباراة. يعني طبعا احنا يعني متعودين الدراري، شفتي في كأس إفريقيا الأخيرة لعبنا في بلد ايضا كان منظم، لعبنا معاه في واحد الدور اللي كان حاسم. اللاعبين متعودين، يعني تنظنش ان هذيك الضغوطات الكبيره اللي ممكن تكون في ملاعب اخرى. واللاعبين ان شاء الله جاهزين. من ناحية الذهنيه ما عندناش تخوف، كما قال الزميل كانت تخوفات من الناحيه البدنيه، من ناحيه استرجاع الطراوه هذا هو الاساسي باش تبدا المباراه بالفريق الاكثر طراوه واللي ممكن بدنيا يصمد امام المنتخب المحلي. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.